هذا سائل يقول: أنا مهندس في بلاد كافرة وأريد الهجرة إلى بلد الإسلام، ووجدت عملا في بلاد المسلمين إلا أنه في أحد البنوك، فهل أقبل ذلك العمل حتى أجد أحسن منه؟ لا، الأعمال كثيرة ولله الحمد، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ستجد إن شاء الله العمل النزيه. نعم.